الاخير حنا جينا على ود الماء عندنا في الدوار ديالنا، الدوار اللي هو تا بوجمعي. راه حنا كنعانيو من اللي كيجينا غير مصدي، اي واحد اللي كيجي كيخلصوا والماء عمرنا ما كنستغلوه للشرب، الماء ما تقدرش تستغلو لا للصابون لا. المهم حنا عينا بهاد الماء هذا، عينا ما نجيو لهاد الجمعيه هذه، هي جمعيه مسكاله حنا فيها، كنطالبوا بالحق ديالنا على ود هاد الماء باش يبدلوه لينا، ولا يبدلوا لينا الجعب. شحال من دوار بدلوا ليهم الجعب، حنا كنخلصوا الماء وما كنستغلوش للشرب، فهمتي؟ كنستغلوش للشرب كاع بتاتا. كنخلصوا الشهر الماء، كنخلصوا الشهر الماء تقريبا. كتخلصوا الطون؟ كنخلصوا 100 ريال للطون. شحال ما استهلك؟ كنستهلكوا 60 طون، 40 طون، 30 طون، ديما ديما 30 طون. كنولينا كنوردوا به سميتو علاش؟ باش مرا الماء عيان، الماء موسخ، الماء احمر، الماء الكولور ديالو يتبدل، مابقاش الماء كيما كان. انهم هذوك الجعب اللي راهم دايرين للبير راهم صداو، ولاو كيعطيونا غير الصدا. كتشربوا هذا الماء؟ وما انا بعدا ما كنهرب منه، كاين الناس اللي عيانين مساكن كيشربوه. انا والله الا وليت كنشري معايا تقريبا بيدو كل مره، ولا كنمشي نطلب الماء لعند شي ناس اللي عندهم البيار. والناس اللي كيشربوا هذا الماء ما كيمرضوش؟ والله الا مرضوا الناس كاع تشكاو، قسما بالله. كل ما كاينش اللي ما عندوش الحجر في الكلاوي، هادشي راه بلفري ماشي وحق اسم الله كاع. وانما بحال هادي نبقاو حنا هكا دائما دائما دائما، راه عينا خويا والله الا عينا بهذا الماء، بالله عينا خويا. ودابا نتوما شنو تطلبوا من الناس المسؤولين؟ هاد الناس هاد المسؤولين اخويا بغيناهم غير يبدلوا لينا هاد الماء هذا اللي عاطينا، يبدلوا لينا ولا يحفروا لينا شي بيره اخر، ولا يبدلوا لينا هاد الشاطو هذا. الله يجازيهم بخير الا كان ممكن منهم. واش كتمشيو كتسقيو شي مسقيات ولا كيوصلكم طلب؟ لا راه في الدار الروبينيات، الروبينيات مصدين، كتحل الروبيني ما تقدرش تعمر الماء، الماء عيان، الماء احمر. وكنوريه لك ما غاديش تقدر تشوفه انت ولا بعض الاحيان كاع البهايم ما كيبغوش يشربوه الكسيبه، فهمتي؟ يعني راه ما صالح لوالو هذا الماء هذا. الا كان ممكن الله يجازيكم بخير وشوفوا لنا شي مسؤولين اللي يبدلوا لنا هذا الماء، الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. جينا على هذا الاجتماع ديال الماء، وعندنا الماء الملوث وفيه الصداع وفيه الخواد، وهذا الشيء هذا الا بقى مستمر غادي يقدر. وعندي انا عندي المساكن البوليه وراه كندوز بها، وراه عندي الاوراق ديالي وعندي المسائل ديالي كل شيء. وهذا هذا والا زدت على هذا الشيء، الا كنشربوا هذا الماء هذا بهذه الطريقه هذه يقدر نتكول، انا نتكول يكون لنا هذا الماء، ويقدر الوفاء يجيب حتى ولو الوفاة هي ما تعرف. وهذا الشيء ما حنا ما صابرين ليه، ما بغيناه، ما غاديش نقبلوه ولا غادي نقبلوه. هذا الشيء اللي كاين هو داس هذا الاستاذ، هذا الشيء اللي كاين. دوار تا بوجمعيت جامعات مسكاله، انا اللي كان مسير هذه الجمعيه، دابا 22 عام هذه انا مسير هذه الجمعيه. اللي كيهود ذاك الماء كيجر لي ذاك الصدا، وكتجيبوا الجعبه وكيمشي لنا للشاطو، والشاطو ملي كيخوى كيجيب لنا ثاني ذاك الشاشكو، كيبقى لنا في التيو، هذاك الصدا بقى في التيو. ملي كيجاب الله الناس كيخوه بالليل، ملي كندير انا مارش بالليل كيصبح كيجيب لهم ذاك شويه ديال الصدا. هذا هو المشكل ديالنا حنا، الشركه اللي دارت الديباج. يعني دابا التيو هذا اللي كنشوفوا في هذه الحاله هذه هو اللي طلع، هو اللي طلعت من البير. دابا هذا خلاه الماء، هذه كانت غير 71، دابا نزلت 82، دابا الماء راه كاين في 82، بقات لينا غير 18 متر في البير هي اللي بقات. هذيك 18 متر دابا الماء بقى في لينا في 50، كيهود من 50 وكيبدا يسوق لينا ذاك النسخ ديال الديباج. وشنو المطلوب من جهات المسؤوله؟ المسؤوله الا جبرنا يعاونوا يديروا لنا بير ونبدلوا ونزيدوا الشاطو ثانيا. كنعمروا انا ثلاثه هاد الخطرات اربعه في النهار. يعني خصكم شاطو؟ خصاتنا شاطو كبير، انه عندي الرعيه كثيره. كنعمروا دابا مع 6 الصباح ل 12 كنلقاه مشى. هاني يلا عمرتو دابا سكت، الربعه د العشيه نجي ثاني نلقاه مشى، الربعه د الصباح ثاني تاعت الليل نلقاه ثاني مشى. كثير عليه بنادم، كاين نسمه كثيره. يعني خص تكون الطاقه الاستيعابيه ديال الشاطو تكون كبيره. تكون كبيره، ها تكون بعدا شي 60 ولا 50 باش نعود نسقي انا واحد الخطره في النهار، ولا خطرتين. ماشي الطلب ديالكم هو انه يتعاود يدار لنا البير والشاطو. على قضيه هذا الماء علاش انا نهضروا؟ انا راه ما عنديش حاليا هذا الماء، ما طلعش تيوصلني. اش من اش من دوار؟ دوار تا بوجمعيت. تا بوجمعيت. ايه. ما كان تيوصلني دابا ملي الشاطو كثر عليه بنادم، ما طلعش تيوصلني نهائيا. عام هذا تنسقي غير بالكروسه في منطقه اخرى عند واحد المحسن، داكشي اللي كان.
دابا انت مدوز صلاصون ديال الماء وكل شيء كان دابا ملي كثر الشاطو كثر عليه بنادم ساعه تيخو ما تيوصلني يعني عندي طلع حنا شي خمسه داير الصاص كان تنستافدوا من الماء ملي كثر الشاطو كثر عليه بنادم ما بقاش تيوصلنا حنا شي خمسه دوار ماشي غير انا خمسه دوار حنا دوار تبوج بعيد بقاش تيوصلنا. السلام عليكم كوني الرئيس راس الطلبه هذا غير فيك حقوقنا حقوقنا وراه غير تسرقي تيفوت نزنقت وزارة اللي تيفوت نزنقت اريد تخلص في الدائرات هاد الناس خاصني تخلص امان كونو هو نكون تخلص امان في غويانا الدائرات بلاد موري سولي راه تخلص امان لانك ما الديوين اللي غتخلص في الدائرات كونو هو علاش شنو هو السبب بلاد ما كنا نشكل غيله نقرب لك من المحكمه وريد بلاد سولي تخلص امان شو لانك لا تخلص الرئيس الرئيس الجمهوري تخلص في الدائرات هاد كونو هو علاش شنو هو السبب يغوري لي ايش على غادي تيفوت نزنقت هذا في الحقنا واش دار الحق في الجماعه ولا قتلي واش عندنا حق ولا ما عندنا حق ايوا خصها يعطينا حقنا حشومه عليه هذا الشيء وجينا قلنا ليه واحد النهار عند القايد شحال من خطره مشينا جينا عند القايد قلنا ليه اودي الله يجازيك بخير دير معنا الحل ما باش يدير معنا الحل عند سعد القايد قلنا ليه اودي الله يجازيك بخير اعطينا حقنا اش هو حق شعلنا لا الزنقه الضو ديال الزنقه علاش علاش تخلص على الدائرات وحنا لا اش نكونوا حنا حشومه عليه هذا الشيء يخص يقاد كل شيء الناس ماشي يقاد ديال واحد الدايره هاد الدايره لا هذه الدايره لا حشومه عليه الناس اللي خدامين في الروضه باش يعطينا ذوك الناس اللي قلعوا هذاك الرمض وداك الشيء قال لهم لا تيوت ما يمشيش لتيوت اش هو السبب؟ اوراج اوراج اش هو السبب؟ على الرئيس الجماعه دخل في هذاك الشيء راه ماشي سوق هذاك الشيء يمشي يقول لهذاك ما غاديش راه كاين هذاك السيد اللي خدام اللي شاد الخدامه قال لهم لا تيوت لا علاش هو تيوت لا؟ اش تكون تيوت؟ لا ما غاديش تعطينا الخدام علاش شكون؟ اش بغى رئيس الجماعه في هذاك الشيء ماشي سوق ذاك الشيء ماشي سوق الجماعه حشومه عليه هذاك الشيء راه حشومه عليه قلنا ليه الله يجازيك بخير شعلنا الضو ديال الزنقه الا ما بغيتيش تعطينا ما تخلص علينا الماء شعلنا الضو ديال الزنقه هذا الشيء راه حشومه هذا الشيء راه ما خدامش هذا الشيء خصها يقاد الناس كل شيء ماشي شغلنا مشى كيخلص بها اخرين حشومه عليه واش كاين هذا الشيء ولا ما كاين ايوا راه حشومه هذا الشيء راه ما خدام هذا الشيء يخصها يعطينا حقنا الا ما بغاش يخلص علينا الماء يشعل لنا الضو ديال الزنقه راه خوالينا دابا في المدرسه راه خوالينا واحد 20 بياج تما في الطريق ما كاين فين يلعبوا الدراري الكره ما كاين والو بقات المدرسه مهرجه تما ما كاين فين يدخلوا الدراري وكاين الحفره في المدرسه تما نيت راه ما داروا لنا والو حشومه عليه هذا الشيء راه ما خدامش. كيفاش دايره الوضعيه ديالكم الحاليه مع الماء؟ الحاله ديالنا عندنا حنا عندنا الماء ديالنا عندنا الماء ديالنا ديال الجمعيه دايره تيوت اي عندنا الماء ديالنا عندنا الماء ديالنا والناس الناس اللي ما باش يخلصوا اشنو هو السبب علاش ما بيتخلص فلان كيقول لك اودي امي الماء هو اللي كيخلص علاش علاش الرئيس يخلص الضوء على اخرين وحنا لا اشنو هو السبب. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.